استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه هذا اليوم في قصر الإصخير كبار أفراد العائلة المالكة الكريمة ومعالي رئيسي مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين وعددا من الأهالي وأصحاب الإنجازات، وذلك للتشرف بالسلام على جلالة الملك المعظم. ورحب جلالته أيده الله بالجميع في هذه اللقاءات المباركة والتي هي عادة عربية أصيلة نشأ عليها أهل البحرين الكرام منذ عقود طويلة، ويحرصون على المحافظة عليها واستمرارها لما لها من دور كبير في توثيق الترابط والتكاتف وعلاقات الأخوة والمحبة فيما بينهم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يشرفنا أن نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم
من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب ويسعدنا أن نلتقي بكم وبالمسؤولين من أصحاب الإنجازات الوطنية الرفيعة، وأنه لمن دواعي الاعتزاز أن نخصص لقائنا هذا للإشادة بالنتائج المثمرة والمتميزة لبرنامج العقوبات البديلة الذي يحظى بإشراف مهني يمتاز بدقة التنفيذ والمرونة في التطوير لوزارة الداخلية وكوادرها المخلصين. وفي ضوء ما أنجزه البرنامج فنحن فخورون بكونه الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث بادرت مملكة البحرين بمؤسساتها الدستورية والتنفيذية وفي سياق حرصها المستمر لتطوير المنظومة الجنائية بأن يكون لها تجربتها الخاصة في هذا المجال وبتشريعات وسياسات تعتمد نهج العدالة الإصلاحية المعززة للحقوق الإنسانية. ونشكر بهذه المناسبة معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية والحضور من القائمين على هذا المشروع النوعي الذي يعملون بكل جهدهم للوصول به إلى هذا المستوى المتقدم من التطبيق وبجاهزية تصل بصيتها إلى العالمية، ونهنئهم كذلك على نجاحها المشهود في ترجمة الأثر الإنساني والاجتماعي المرجو من البرنامج والمتمثل في منح المستفيدين منه أملاً جديداً لاستعادة ذاتهم وللاندماج في مجتمعهم وللحفاظ على استقرار أسرهم. وهذا أمر نحرص عليه ونوجه لتطوير مجالاته
وتنويع فرص الاستفادة منه. بوركت جهودكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالسلام على المكرمين. سعادة الشيخ خالد بن راشد آل خليفة يشغل أول منصب مدير عام في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، ساهم في تأسيس وتنفيذ القانون في مملكة البحرين، بالإضافة إلى إنشاء السجون المفتوحة، حيث يعتبر التطبيق الأول من نوعه في المنطقة. الرائد جاسم جبر الدوسري، النقيب راشد وليد الدوسري، النقيب أحمد خالد المنصور، النقيب علي خالد النعيمي، النقيب عبد الله خالد الكعبي، النقيب خالد إبراهيم المطوع، النقيب ناصر سلطان الرميحي، النقيب عبد العزيز عبد الله الجيران، النقيب خليفة أحمد الفضالة، النقيب عيسى موسى الدوسري، الملازم أول جاسم علي المناعي، الملازم أول محمد خليفة الكعبي، الملازم أول عبد الله راشد آل بن علي، الملازم أول مريم محمد التميمي، ملازم أول عائشة أحمد القعود، الملازم أول عبد الله عيسى الحمادي، ملازم أول خالد علي عيد، ملازم أول محمد راشد الحماد، ملازم أول سارة ناصر الجنيد، ملازم أول مشاعل عبد الله عبد الرحيم، ملازم أول محمد خليل العاثم، صاحب الجلالة. أيها الحضور الكريم، يلقي معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية هذه الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظكم الله ورعاكم، أصحاب السمو والمعالي والسعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه ليوم مبارك في حضرة مقامكم السامي سيدي، وإني أتشرف باسمي وبالأصالة عن كافة منتسبي وزارة الداخلية بأن أرفع خالص الولاء والامتنان إلى جلالتكم أيدكم الله على اللفتة الملكية الكريمة لتفضلكم باستقبال نخبة من أبنائكم وبناتكم من مرتب الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، الذين هم في واقع الأمر ينضمون إلى ركب شباب البحرين المتألق بإخلاصه وولائه وصدق انتمائه. سيدي حضرة صاحب الجلالة،
إذا أردنا أن نعود بالأمر إلى أصله، فإن قانون العقوبات والتدابير البديلة قد انبثق من فكر جلالتكم وتوجيهاتكم السامية التي أكدت على أن شباب الوطن لا يكون مكانهم السجن، بل يجب أن يحتضنهم الأهل والمجتمع والوطن، وأن تهيئ لهم فرص التعليم والمشاركة الفاعلة في تطوير ونهضة بناء الوطن. وعلى ضوء ذلك، فقد تم تكليف هذه الإدارة الفتية بمسؤولية وضع وتنفيذ البرامج المطلوبة لتفعيل القانون بالتنسيق مع المؤسسات والأجهزة المعنية في الدولة. وأخص بالذكر النيابة العامة التي تمثل حلقة الوصل بين الشرطة والجهاز القضائي. وقد عملت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بمنهجية مهنية علمية وواقعية، ولله الحمد جاءت النتائج مميزة ومثمرة وفق المقاييس الدولية. سيدي حضرة صاحب الجلالة، الحضور الكرام، في هذه السنة المباركة التي نحتفل فيها بمرور 25 عاماً على تولي جلالتكم مقاليد الحكم، يشرفني التنويه بأن من يتم تكريمهم اليوم إنما هم في الواقع غرس مشروعكم الإصلاحي الوطني الذي حظى برعايتكم وجل عنايتكم وحمايتكم الدائمة. إنهم يا سيدي شباب النهضة والإصلاح الوطني الشامخ، وإنجاز لي التعبير في هذا المقام بالقول إنهم شباب حمد. وإن البحرين اليوم ولله الحمد والشكر تجنيها معكم يا سيدي عطاء وعزة وكرامة، ليبقى الوطن بقيادته وشعبه مهابا مصان. ومما لا شك فيه فإن هذه البرامج الإنسانية تهدف إلى لم شمل الأسرة ومنح الفرصة لإصلاح المستفيدين وتعزيز الثقة الوطنية، وإنها تعبيراً واضحاً عن مدى اهتمام الدولة بأبنائها في جميع الظروف. ويطيب لي هنا أن أشيد بما نلقاه من متابعة واهتمام من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي عهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حيث تم البدء في تطبيق البرنامج فعلياً في عام 2018، والذي ساهم منذ تطبيقه حتى الآن بإعادة تأهيل وإدماج 7458 مستفيد، مما يؤكد النجاح المميز لمنهجية العمل هي نسبة الالتزام بين المستفيدين والتي بلغت 97.5، وهذه يا سيدي تعد من أعلى النسب العالمية إن لم تكن هي الأعلى. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن مملكة البحرين بقيادتكم الحكيمة تواصل السير نحو تعزيز القيم الإنسانية والمبادئ السامية في نظام العدالة، حيث أن قانون العقوبات البديلة يمثل خطوة رائدة ونقلة نوعية في المنظومة الإصلاحية، تعكس حرص مملكة البحرين على تعزيز الاندماج الاجتماعي والالتزام بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان. وقد لاقى تطبيق برنامجي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة إشادة على المستوى الإقليمي والدولي، وحصلت تلك البرامج على جائزة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز للأمن العربي، وعلى شهادة الاعتماد الدولية من الجمعية الإصلاحية الأمريكية كأول جهة من خارج الولايات المتحدة. وفي الختام، فإني أتقدم إلى جلالتكم من أعماقنا الوطنية بخالص التقدير والولاء، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم سنداً وذخراً لنهضة الوطن ومجده، وأن يحفظ ولي عهدكم الأمين وأنجالكم الكرام
وأن يديم على البحرين عزتها ومنعتها ومجدها الوطني في ظل عهدكم الزاهر بإذن الله، ودمتم سالمين سيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي ختام اللقاء شكر جلالة الملك المعظم الجميع على هذه الجهود الطيبة، معربا جلالته عن تمنياته بنجاح دورة الألعاب المدرسية الدولية التي تستضيفها مملكة البحرين لأول مرة خلال الشهر الجاري، مضيفا جلالته أن استضافة المملكة لأكثر من 5500 مشارك بين لاعب ومدرب وإداري من حوالي 70 دولة على مستوى العالم ضمن مسابقة رياضة بين المدارس تقام في مملكة البحرين يعد إنجازا ضمن إنجازات البحرين العديدة. ومن جانبهم رفع الحضور الكريم عظيم الشكر والعرفان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة على تفضل جلالته بلقائهم والاطمئنان على أحوالهم واحتياجاتهم وحرصه حفظه الله على ترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة التي يتميز بها المجتمع البحريني على امتداد تاريخه، معربين عن أصدق المشاعر الوفاء والإخلاص والولاء وأسمى معاني الاعتزاز بصاحب الجلالة قائدا حكيما، سائلين الله جل جلاله أن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ويديم على جلالته نعمة الصحة والعافية والعمر المديد، ويحفظ وطننا الغالي العزيز آمنا مستقرا لتحقيق المزيد من التقدم والنماء والازدهار تحت قيادة جلالته الحكيمة.